السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي طلبة الصف الثالث الابتدائي. النهاردة هنحكي حكاية جميلة جدا اسمها حلم ملك. خليكم معي. معنا القصة بتبدأ بعرفنا على بنوتة اسمها ملك. بيقول This is ملك. She loves teaching. هي بتحب التدريس. She wants to be a teacher. ونفسها تبقى مدرسة. When she is older. عندما تكبر. ملك can't hear well. بس ملك مش بتسمع كويس. She wears a hearing aid. بتلبس سماعة أذن. That helps her to hear better. بتساعدها انها تسمع احسن. Sometimes احيانا ملك feels sad. تشعر بالحزن. يا ترى ليه؟ هنقول because some children can't understand her. بعض الاطفال مش بيفهموها. She wants to be a teacher. بس هي عايزة تبقى مدرسة. She can help people understand. هي تقدر تساعد الناس انها تفهم. ملك goes to a special teacher. راحت عند معلمة متخصصة. The teacher shows ملك how to read lips. ورت ملك وعرفتها ازاي تقرأ حركة الشفايف. Now ملك can see what people say. تقدر بعينيها تعرف الناس بتقول ايه. ملك is very kind. هي طيبة جدا. And likes playing games with her friends. وبتحب تلعب games مع أصدقائها. She talks to them. بتتكلم معاهم. They can understand her. بيقدروا يفهموها. Because they learned sign language. ايه ده؟ هما بيفهموا لغة الإشارة علشان كده يقدروا يفهموا ملك عاوزة ايه، وكده هيقدروا يلعبوا مع بعض طالما انهم بيفهموا بعض. يا ترى ايه اللي حصل بعد كده؟ ملك talks to her mom. ملك بتتكلم مع مامتها. I want to be a teacher when I'm older. انا عايزة ابقى مدرسة لما اكبر. Her mom says you can work hard. تقدري تشتغلي بجد. You can go to university to be a teacher. وكمان تقدري تروحي الجامعة وتبقي مدرس. You are very clever. انت بنت شاطرة خالص. You can help deaf children. وكمان تقدري تساعدي الأطفال اللي مش بيسمعوا. You can help all the children to understand each other. مش بس كده، تقدري تساعدي الأطفال اللي مش بيقدروا يفهموا بعض أو يقدروا يتواصلوا مع بعض. ملك wants to speak to all deaf people. بقت ملك عاوزة تكلم كل الأطفال اللي مش بيسمعوا. She wants to help them. عايزة تساعدهم. وعلشان كده راحت اتعلمت حاجة اسمها لغة الإشارة. She learns sign language. She can say hello in sign language. تقدر تقول أهلا بلغة الإشارة. She can ask how are you. عامل إيه برضو in sign language. She learns how to say many things. وتعلمت إزاي تقول بلغة الإشارة أشياء كثيرة. She talks to deaf people. وبدأت فعلا تتكلم مع ناس مش بتسمع. Her friends like sign language. وصحابها عجبتهم لغة الإشارة. Malak's friends want to learn sign language. وهم كمان بقوا عايزين يتعلموا لغة الإشارة. They say to Malak. قالوا الملك Please teach us some sign language. ممكن تعلمينا بعض لغات الإشارة. ملك and her friends sign to each other. بقوا يعملوا إشارات لبعض. Everyone can talk and they can use sign language.
ايه ده، كلهم بقوا يقدروا يستعملوا لغة الإشارة ويفهموا بعض. ملك finishes university وملك خلصت الجامعة. She's very happy and proud. بقت سعيدة وفخورة. Miss Malak is now a teacher. ودلوقتي بقت مدرسة. At a club في نادي. After school بعد المدرسة. Some of the children can hear. بعض الأطفال يقدروا يسمعوا. Some can't hear well. والبعض الآخر لا يستطيعون السماع بطريقة جيدة. And some of the children are deaf. والبعض الآخر لا يستطيع السمع نهائي. She uses sign language. وبدأت تتعامل معهم بلغة الإشارة. To talk to the deaf children. عشان تتكلم مع الأطفال البكم. The hearing children watch Miss Malak singing with the deaf children. الأطفال اللي بيسمعوا أو اللي عندهم قدرة على السمع بقوا يتفرجوا على ملك وهي بتغني مع الأطفال اللي مش بيسمعوا. They see the sign language ويشوفوا لغة الإشارة. They think it's a great fun. يعتقدوا أنها شيء ممتع. They say to Miss Malak, can we learn sign language? بيقولوا الملك ممكن نتعلم لغة الإشارة. Miss Malak is very happy and excited. هي دلوقتي فرحانة ومتحمسة جدا. She teaches hearing children some sign language. طب يا أصحابي، بعد ما الأولاد اللي بيسمعوا يتعلموا لغة الإشارة هيقدروا يعملوا إيه؟ برافو عليكم، يتواصلوا مع الأطفال الداف اللي هم مش بيسمعوا. When the children come to the after school club، راحوا الأطفال في النادي اللي هو بعد المدرسة. They sign hello. بدأوا يشاوروا إيه؟ Hello, how are you؟ كيف حالك؟ برضو بلغة الإشارة. And have a good day to Miss Malak. وكمان بقوا يشاوروا لها أتمنى لك يوما طيبا. All the children speak and sign to each other in the club. كل الأطفال بقوا يتكلموا مع بعض بلغة الإشارة في النادي اللي بعد المدرسة. الله. The hearing children sign to the deaf children. الأطفال اللي بيقدروا يسمعوا بقوا يكلموا الأطفال الصم اللي مش بيقدروا يسمعوا بلغة الإشارة. كده حبايبي هنقدر نلعب مع بعض ونكلم بعض. They play together. الله، بقوا إيه؟ يلعبوا سوا. All the children are very happy. كل الأطفال سعداء. And they have many friends. وبقى عندهم أصدقاء كثر. Malak says, be happy and help others. خليك سعيد وكمان ساعد الآخرين. People can learn to talk with each other. ودلوقتي بقى الأطفال والناس يقدروا يتكلموا مع بعض بعد لما يتعلموا لغة الإشارة. بكده حبايبي نبقى وصلنا لنهاية الستوري. أتمنى تكون عجبتكم. ونتعلم إزاي نشعر بالسعادة عندما نسعد الآخرين، ده شيء مهم جدا. ولما يبقى أصحابنا أو حد حوالينا ما عندهوش النعمة اللي ربنا ادهالنا دي ما نسخرش منهم، ولكن نحاول نتواصل معاهم ونساعدهم، وده هيبقى شيء لطيف هيجلب لنا السعادة كلنا. أتمنى تكونوا استفدتوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم فاطمة البنا.